وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي التركي فراس رضوان أغلو. أهلا ومرحبا بك سيد فراس. بداية، اللجنة العليا للانتخابات التركية أعلنت القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، كيف ترون حظوظ المرشحين؟ الحقيقة يعني أعتقد أن الحظوظ ربما تكون ليست متكافئة عند الجميع، ربما التوزع الحزبي وأيضا ربما قوة الدعاية الحزبية كانت أعتقد ستكون لها الدور الأكبر في استقطاب الناخبين. يعني هناك كما تم الاصطلاح عليه ربما الائتلاف الحكومي الحالي الآن بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وربما معهم حزب الوحدة الكبرى يقارع في ذلك الطرف المعارضة من حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وغيرها من تلك الأحزاب. لكن الفرق بين كلا الطرفين أن الطرف الائتلاف الحكومي ممكن أن نسميه الائتلاف الموحد، يعني هناك اسم واحد ربما من أجل الانتخابات الرئاسية وربما هناك قائمة أخرى بالنسبة لأسماء البرلمانيين، لكن بالنسبة للطرف الآخر كل حزب تقريبا اختار من حزبه المرشح للرئاسة. ربما أظن في ذلك أن التباعد في الفكر الأيديولوجي والفكر العقائدي والسياسي بين كلا الأطراف وأيضا التخوف من خسارة الناخب الحزبي أي حزب الشعب الجمهوري لا يريد أن يخسر أنصاره إذا أخذ مرشحا من خارج الحزب، وأيضا النقطة الثالثة ربما هي تشتيت فكر الناخب بعدة مرشحين وليس فقط بين مرشحين، هذا يعطي نوعا ما تشتيت للفكر الناخب. لذلك أعتقد أن التساوي لن يكون هناك التساوي في الفرص وفي نقاط الانتخابات القادمة. بالنسبة إلى التحالفات الأخيرة بين الأحزاب، إلى أي مدى ترونها يمكن أن تؤثر في حظوظ المرشحين في الانتخابات المقبلة؟ نعم هناك تأثير واضح، أعتقد مثلا حزب الشعب الجمهوري أثر بشكل كبير على نجاح حزب الخير في التقدم بالنسبة للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، يعني أعتقد له الفضل الأكبر في الوصول إلى تلك النقطة. وأيضا ربما بالنسبة لحزب العدالة والتنمية هناك تقدم كبير في ما يسمى بالتحالف السياسي إن صح التعبير مع أحزاب متعددة، هذا لم يكن موجود في الانتخابات السابقة. ربما أعتقد أن التنافس الكبير القادم بين كلا الطرفين سيكون حازم ربما أكثر باتجاه الانتخابات الرئاسية. أعتقد أن في المرحلة الأولى قد يعني رأيي الشخصي أنه سينحصر ربما وحسب الاستطلاعات الأخيرة أن 54% ربما تكون للرئيس أردوغان، ولكن بالنسبة للبرلمان هناك ربما صراع كبير جدا سيكون بالنسبة للبرلمان، لا أعتقد ربما سيكون لصالح العدالة والتنمية مع أنصاره، قد يكون هناك منافسة كبيرة جدا مع المعارضة في الناحية البرلمانية والبلديات أيضا. طيب، رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم قال إن إصدار عفو عام ليس مطروحا على أجندة الحكومة، من قصد بهذا التصريح في ظل حديث المراقبين عن أن حظوظ صلاح الدين تمرتاش موجودة؟ هناك حتى ربما ما يسمى بحملة التوقيعات الكبيرة التي تطال للسيد ديمرتاش في أن يخرج من السجن الذي هو فيه أو قيد الاعتقال الذي هو فيه، وهذه ربما قد يكون هناك ما يسمى بالفراغ القانوني بين هذه القضية، لأنه إذا هو رشح باسم حزبه وهناك 100,000 اسم ربما وأكثر بالنسبة له، وأيضا نقطة أخرى أن حتى الآن هو في قيد التحقيق المسمى ولا يوجد عليه ما يسمى بالقانون الجنائي، ربما حتى الآن هناك لم يصدر حكما عليه، لذلك أعتقد أن هنا يبدو في مشكلة قانونية قد تكون أو فراغ قانوني وليس مشكلة قانونية. ولكن بالنسبة للتصريح أعتقد الرئيس أردوغان قال ذلك صباحا قبل سفره إلى بريطانيا، وأيضا أعطى ذلك الرئيس بن علي يلدرم رئيس الوزراء. هنا أعتقد تريد أن تقول الحكومة رسالة أخرى بأنها بالنسبة للعفو العام يحتاج إلى دراسة قانونية، هذا أولا، إضافة إلى أن بعض الجناح التي لا يمكن الخروج منها، وأيضا النقطة الثالثة أيضا من ناحية توقيت هذا العفو إن كان من ناحية سياسية يحتاج إلى دراسة أكثر، لذلك لا أعتقد أن من المصلحة الحزبية نوعا ما يصح التعبير أن يطلق مثل هذا العفو في الوقت الحالي، ويحتاج إلى دراسة أكثر. فراس رضوان أغلو المحلل السياسي التركي كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.